حاليا كما تشاهدوا اننا سمعنا بانه اندلال حريق حاليا ملي كنا احنا جالسين واننا اندلال حريق الان حاليا ونحن الان نقوم بتصوير ذلك. كما تلاحظوا هنايا تتشوفوا هنايا حاليا نحن الان مع 12:25 12:25 والحرائق مشتعله 12:25 من صباح يوم اليوم ديال 26 غشت 2024. حرائق حريق غريب جدا والناس شاده في الوسط والناس جايبين لهذا الاسطول ديالهم لا شباب لا الاهل ديال المنطقه وهذا الشيء غريب غريب جدا. ولا يمكن نفسروا هذه الدائره هذه كانت في الاول كانت تفسروا بانه ارتفاع درجه الحراره من فعل ديال وجود مثلا قطع ديال الزجاج ولا الولاعات ولكن هذا الشيء غريب جدا ما كاين حد حتى تنشوفوا ان الحريق يشتعل بدون طبعا قيد ولا شرط. وايضا الناس كما تنشوفوا انهم خرجوا الامتعه ديالهم وخرجوا كل الممتلكات ديالهم على اساس انه باش ما يتعرضوش. وهذه دابا الناس راه خاطين السطوله ديالهم دائما في اليقظه. هنا نداء للسلطات المحليه والناس اللي هما المكلفين المسؤولين باش يحطوا مثلا رجل ديال 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 الوقايه المدنيه ورجلان وهذا عنصرا على اساس انه باش ما توقع كارثه لا قدر الله. والناس هنا ما نشوفوا الناس راه خرجوا الخيمه ومدعورين هاد الناس ديال 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 المنازل هذه اللي تقريبا عند خمسه ديال اولا سته ديال الاسر ديال في الدوار دائما ما تنقولوا الدوار ديال تقريح منطقه تقريح اللي هي قريبه من المركز ديال طنطا ب 8 كيلومتر كما تنشوفوا. اذا تعرضت السياره ديال ابناء هاد المنازل هذه بحارق حتى هي ويمكن غادي نشوفوا هي الخلفيه ديال السياره وتحرقات يا كل شيء انها تحرقت تعرضت للحريق. اذا هنايا هذا هو الغريب في هذا الامر هذا لان نداء عاجل للسلطات المهنيه والمهتمين والمجتمع المدني انهم يعيدوا الاعتبار لهاد الناس هادو ريتما تحد من هذه الظاهره هذه الغريبه. هنا نجدد الدعوه للمسؤولين باش ياخذوا هاد المساله هذه على محمل الجد.